كلام ممنوع اقوله للمستثمر يجري يهرب مني. اتخض. المستثمر عامة بيهرب من الفرضيات الكتير الغير مبنية على الواقع او على الحقائق. يعني بمعنى، ودي حاجة هقولها لحضرتك وهديكي امثلة. رائد الاعمال اللي دايما بيتكلم على فرضيات مش مصاحبها مقابلات مع العملاء المحتملين بيخوف اي حد، لانه بيبقى مستخبي ورا شاشه كمبيوتر، او مستخبي في معمل اللي هو بيعمل البروتوتايب، او مستخبي في ورشه وعمال بيبني حاجه على امل ان الحاجه دي هتعجب الناس. لكن تعالى بقى نبص عليها بشكل تاني. طب انت ليه ما بتنزلش تتكلم مع العملاء المحتملين بتوعك حتى؟ ليه ما بتحاولش تتواصل معاهم؟ الناس تقول لك طب ابعت ايميلات واشوف الرد اللي جاي. طب هو في كام حد بيفتح الايميل؟ طب انت ليه مش عايز تعمل ده؟ لان اثبتت الدراسات ان حتى في امريكا، في اوروبا، في العالم الغربي والعالم الشرقي، اصعب حاجه اللي عند رائد الاعمال هو التعامل مع الجمهور او مع العملاء المحتملين. ليه؟ لان ده بيتطلب مهارات بيعيه، وبيتطلب مهارات في التواصل وكوميونيكيشن، و مش شرط انها تكون موجوده عند حد ممكن يكون فذ تقنيا. فممكن عندك واحد شاطر قوي في الكود، واحد شاطر قوي في الهاند كرافتنج، يعني بيعرف يعمل منتج او خدمه حتى بايده، او بيشتغل على مكنه او او او، وشاطر جدا في الحته دي. تيجي تكلميه بقى، انزل اتكلم مع عملاء، ده مش قصتي يعني. فمن هنا بيجي دور الفريق. فلو هو معاه حد شريك مؤسس، والشريك المؤسس ده بينزل يتعامل مع عملاء المحتملين دول وبيتكلم معاهم، هيقدر يرجع له بمردود بس الناس مش عاجبها دي، بس الناس دي اتجربت قبل كده وما كانتش ناجحه يعني، وهلم جر يعني. ازاي اعمل ثينكينج ديزاين؟ بالظبط. ودي حاجه يعني احنا غشيناها منك.